تعادل سلبي بدون أهداف في ختام مباريات الأهلي والمصري هذا الموسم في تجربة جيدة للاعبي النادي الأهلي اليوم. كابتن شريف، تعادل سلبي وإن كانت المباراة تجربة جيدة لبعض اللاعبين اليوم. نهاية دوري مبروك، نهاية الموسم بالدوري مبروك علينا البطولة، مبروك النادي الأهلي واللعيبة. تجربة جيدة استفاد منها اللعيبة كلهم اللي لعبوا النهاردة، أكيد هيشوفوا نفسهم تاني وهيشوف الدنيا كانت ماشية إيه خلال المباراة. هيشوفوا كان في لعيبة كان عندهم إمكانية النهاردة إن يكون ليهم تهديف زي رأفت خليل وكريستو. بداية جيدة المعتاد وهارد، لكنه تعور وخرج، عمل واحدة زي ما قلنا بيطلع في الضربات الثابتة وعملها جت في العارضة، كان ممكن الكندوسي ترجمها الهدف بعد كده. بداية الشوط الثاني أكيد كان في تعليمات اللعب على منطقة الجزاء والجول نفسه. شفنا ضغط لعيبة النادي الأهلي وتحكم وروح جديدة وتيشيرت وكل حاجة، ده كله شفناه في 20 دقيقة، ولكن بدون فعالية. الفعالية هي انك بتوصل 3-1، لازم يبقى فيه خبره هنا والهدوء في التعامل. ده طبعا بيتوافر في لعيبه، وفي لعيبه عايزه بعض الخبرات واللعب الكتير قوي عشان الحكايه دي تبقى ايجابيات عندهم باذن الله. لكن انا مبسوط من اللعيبه كلها الحقيقه، مفيش حد النهارده اثر. في لعيبه هي دي حدودها وهي دي امكانياتها اللي احنا اتفرجنا عليه، ما بعد المجهود الكبير طول السنه ما تطلبش بقى النهارده انت انك انت تبحث عن التقييمات او تبحث عن ازاي نقول لعيب ده يقدر يكمل مع المستوى الاول ولا لا. الحقيقه كلهم لعيبه بروميسنج جدا، قدموا في ظروف تانية وفي محيط تاني يقدروا يكون ليهم وجود ويقدروا يكون ليهم ارتفاع في المستوى، ارتفاع في التفكير، في الذهن، في كل حاجه. كلنا اتعلمنا كتير قوي، بدايتنا كانت قويه جدا، ولكن اتعلمنا كتير قوي لما انغمسنا في وسط الخبرات اللي كانت موجوده. كان صحيح. عندنا كابتن حسن حمدي ربنا يديله صحه يقول لك اللعيب الكبير ده جوهره عندي، هي اللي بتفيد الدنيا كلها، هي اللي بتفيد كل العناصر اللي تبقى موجوده حواليها، فبنحافظ عليها عشان الكيان يفضل زي ما هو. ودي موروثات من زمان، يعني احنا متربين ومنغمسين فيها، واحنا كلنا بنتمنى التوفيق لكل من ينتمي الى القلعه الحمراء وكل النادي الاهلي يعني. ف الشوط الثاني احسن من الشوط الاول كتنفيذ وفكره ووجود في الملعب. في لعيبه عندها شخصيه النهارده زي علي لطفي، النهارده شايف عنده ثوابت وبيتعامل مع كل كره، مفيش هيبه، مفيش خوف، مفيش حاجه مفتح عينيه، عامل حساب لكل تصويبه في المجال في المكان، بيطلع في كل كره. دي حاجات من ايجابيات اللي احنا برضو شفناها النهارده. اتمنى لكل اللعيبه بعد كده الحمد لله خرجته بدون اصابه. نخش بقى على بطولة كاس مصر وتفكير إن شاء الله جديد مع الفرقة كلها إن شاء الله بالتوفيق للأجهزة الفنية وللنادي والمؤسسة. ألف مبروك الدوري واللي جاي أفضل بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء، التعادل بدون أهداف، ولكن النادي الأهلي كان الأفضل الشوط الثاني، كان الأقرب لإحراز هدف، شفنا سيطرة وتحكم وخلق بعض الفرص، ولكن شوط كان ينقصه الأهداف من جانب النادي الأهلي. دي حقيقة، الشوط الثاني يمكن احسن من الاول، لان المصري يعني واضح ان الفرقتين بيقضوا مباراه نهايه الموسم، يعني يمكن الدوافع مختلفه، يمكن اهداف مختلفه. النادي الاهلي بكميه الناشئين اللي موجوده كولر بيحاول يشوف اللعيبه، لكن المصري اللعيبه كلها اللي لعبت واللي اتغيرت بيحاولوا يخلصوا الموسم. الشوط الثاني كان افضل، وصلت له ينقص حاجتين اللي كان عليه بين الشوطين، تركيز و ازاي تنهي الهجمه. برضو في تسرع. اقرب فرصه اللي هي جت لرأفت، لا هي جت على يمينه، وده اللي اتكلمنا فيه، ان لو واحد هنا في راس حربه رقم 9 اعتقد كان الامور اسهل منه، لكن هو ما قدرش يلعبها بالطريقه الصح. لو جت على شماله اعتقد كانت تبقى اسهل لعبها، لكن هو يعني مباراه مفيده لكولر، بدا يبص على اللعيبه كلها، بدا يحدد، يعني مش اللعيبه اللي اول مره تلعب النهارده اكيد، لكن في لعيبه كتير قوي اكيد هو اخذ فكره تامه عنهم. لو النهارده سالني اقول لك يمكن اكتر فايده النهارده، وممكن من اكتر الناس اللي استفادوا مباراه النهارده هو علي لطفي. يعني انت فعلا عندك حارس مرمى تعتمد عليه في اي وقت في اي مباراه، مفيش مشكله خالص. وجود الشناوي حتى لو مفيش شناوي في علي لطفي، علي لطفي اتعامل بامتياز الشوط الثاني، الشوط الاول ما كانتلوش حاجه، الشوط الثاني لا اتعامل بامتياز مع كام كره انفراد.
في الاول والاخر هي انفراد وتعامل معاهم كويس جدا، لكن يبقى على لطفي قيمه موجوده في النادي الاهلي. صحيح. والناس الكبيره موجوده زي رامي، زي طاهر برضو، يعني اعتقد كان يبقى الاداء احسن من كده. رأفت حاول شوط تاني اكتر، لكن ينقصه برضو اللعب الفردي. القندوسي على فترات، يعني مشكلته القندوسي ما عندوش استمراريه في الاداء طول المباراه، وده مكان مهم جدا، محتاج استمراريه. انك انت بتلعب الناس كلها ولسه صغير، واكيد لعيب مهاري يبقى احسن من كده. معتز على فكره لحد ما خرج، انا اعتقد ان معتز النهارده عامل مكسب طبعا. صحيح. لو سالتني النهارده مكاسب اقول لك علي لطفي، بعديه على طول يجي معتز عامل مباراه ممتازه لحد ما خرج. صحيح. وممكن تعتمد عليه في المكان ده، لان النوعيه دي والشكل ده وطريقه الاداء، انت كمان بتحس ايمن من شكل اللاعب نفسه. واضح ان هو ولد، انا عمري ما اتعاملت معاه، يمكن كابتن شريف يعرف، لكن واضح ان هو ولد ملتزم جدا، عارف قيمه النادي الاهلي. مظبوط. مستني فرصه. احسن لعيب انت تتمناه في اي حته اللعيب اللي مستني الفرصه ده. صحيح. معتز من نوعيه اللعيبه دي اللي هو مستني نفسه يلعب في النادي الاهلي، فما جات له فرصه النهارده اعتقد قدم مباراه معقوله جدا كويس جدا لحد ما خرج. وجنبه رامي، دايما يكون جنبك لعيب تقيل وقديم زي رامي، ورامي كمان من نوعيه اللعيبه المخلصه جدا جدا جدا. فهيحسسك بارتياح مبدئيا، هيهديك شويه من حته ان انت حته الارتباك دي اكيد هتحصل في اي لعيب ناشئ. صح. لكن النهارده الظروف كلها ما تخليكش مرتبك، خصوصا الناس اللي لعبت قبل كده. يعني معتز لو كان مرتبك النهارده كنت ممكن اقول لك معلش ده اومر، لكن معتز النهارده اعتقد لا، انا حاسس ان هو لا، يعني من مكاسب الماتش، مكاسب المباراه، لعيب معتدل جدا في لعبه وماسك نفسه كويس قوي، ما فيش اهتزاز حتى في اي كوره. عكس لعيبه تاني لعبت كتير لكن حاسس ما استفادتش باللعب. دايما انت تبص على اللعيب اللي لما ياخد فرصه يستفاد منها. صحيح. ما بيقلقش منها، لكن وكان مميز جدا في الكرات العاليه كمان، هايل ما شاء الله. انا بقول لك عمر شوفه النهارده. عشان كده حتى كنت بتكلم مع كابتن شريف في الاول، لا بيقول لي لعيب كويس قوي، وقال لي يعني كابتن شريف قال لي على مميزاته قبل ما اتفرج عليه. فانا يعني عندي خلفيه هو شكل الولد ايه. اعتقد 2005 كمان يا كابتن شريف، هو من نوعيه اللي بيتكلم عليها التيشيرت الاهلي بالظبط. عنده خامه النادي، عنده الثقه والنحراره بتاعت الاهلي، وواحد مستني فرصه. ايمن دايما مستني فرصه، بقول لك تقدره جدا، وعارف هو فين او قيمه الحاجه اللي هو فيها. صحيح. مقدر هو فين. ولو مشي في المكان ده في النادي ده هو عارف ان هو هيروح حته تانية خالص بيتمناها اي لعيب في مصر كلها. فطبعا تحيه لمعتز، وبتمنى ان شاء الله الاستمراريه لمعتز. كريم كالعاده برده من مباراه لمباراه ماشي كويس. النهارده يعني كريم ممكن تضيف له حاجه جديده، واخد ثقه زياده او مباراه زياده تدي له ثقه هو كلاعب، يمكن اقل مرتين اللي فاتوا، لكن هو بيزداد بيتثقل ان هو يبقى موجود في المكان ده. الباقي زي ما بقول لك ايمن، ما اقدرش اقيم يعني، لكن شوط تاني ككل شوط تاني احسن شويه، بدانا في لعب شويه، في هدوء شويه، في ثقه شويه، لكن ما بتستمرش كتير. فيجي عليك بيجي وقت برضو انت القرار متاخر، القرار بسرعه شويه، امتى اعمل الكره عرضيه، الكره عرضيه مثلا بتعمل جامده شويه. صح. كلها حاجات مع الخبره، مع الوقت. مع الوقت هتعرف امتى تباص الكوره، امتى تشوط الكوره، امتى تستنى. بس كنت افضل الشوط الثاني من المصري كتير يعني. انت طول مباراه افضل الشوط. على فكره انت الاول والثاني افضل من المصري، حتى الشوط الاول انت ما كنتش في احسن حالاتك لكن برضه احسن من المصري. أيوه. مع طبعا فرق الخبرات الكبيره جدا بين اللعيبه دي واللعيبه دي. صحيح. عشان كده بقول لك، لكن النادي الاهلي الشوط الثاني لا، الشوط الثاني افضل. وللمره الثانيه تحيه خاصه لعلي لطفي وتحيه لمعتز، وان شاء الله نشوف الناس دي موجودين من الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، تجربه مفيده للاعيب الاهلي اليوم، وموسم نجح بامتياز للاعيب النادي الاهلي. الموسم طبعا نجح بامتياز، ومبروك الدوري العام، وده كان الهدف الاساسي. الماتشين الاخرانيين حصلت تغييرات كتيره في ماتش بيراميدز والنهارده، شفنا لعيبه ما كانتش او ما كناش عارفينها من قطاع الناشئين زي معتز وزغلوك اللي نزل في اخر 15 دقيقه ولا حاجه، الباقيين كانوا بيلعبوا صحيح مش بصفه مستمره، لكن الواضح انه فرق كبير بين الشوط الاولاني والثاني. انا الشوط الاولاني انا قلت لك شوط ضعيف، وانا وجهه نظري ما زلت بقول كده.
مش ضعيف، قلت لك حماسا في حماس، لكن ما كانش فيه تركيز، ما كانش فيه جماعية. أفضل حاجة حصلت في الشوط الثاني إن تحس إن شكل الفرقة بقى فيه جماعية، وبالذات في ال 15 أو 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وجت أكتر من كرة ركنية، بقى فيه انتظام في اللعب في الجبهات، ما كانتش دي موجودة الشوط الأولاني. بن كريم وقندوسي مثلا وطاهر، بن خالد عبد الفتاح وفخري وكريستو، تنظيم من ورا من لكوكا، ففي هجمات بقت فيها خطوره على نادي المصري. طبعا اختارهم كلنا اتكلمنا عليها، اللي بتاعت رأفت خليل، حطها مره واحده بيمينه، كان ممكن حتى يزقها تاني ويعدلها ويجيبها، بس هو خلاص خد قرار. في واحده ركنيه معتز لعبها بدماغه ضربت في القائم، وبعد كده اعتقد قندوسي هو اللي شاط تقريبا بره خرجت. يعني كان في حماس بس بتنظيم غير الشوط الاولاني. المصري ابتدى بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه يدخل معاك نسبيا، وبالذات من الجبهه اللي فيها حسين السيد، عملوا كورتين ثلاثه خطيرين من الناحيه من الجبهه الشمال لمروان عطيه، لمروان حمدي، علي لطفي اتعامل مع واحده كويس قوي، واحده تاني حطها مروان وحش. فالشوط في اخره كان رايح جاي، لكن الجزء الاولاني من الشوط الثاني كان سيطره للنادي الاهلي، حصار للاعيبه الاهلي لفرقه المصري في نص ملعبها. الحركه والاداء في تحسن كبير قوي عن الشوط الاولاني. ما اقدرش اقول لك يعني في لعيبه تألقت، يعني اللي انا شايفه اللي هو لعب بشكل كبير علي لطفي، في ثقة، وأنا متفق مع علاء وشريف في الموضوع ده. رامي ربيعة باين إنه هو لعيب كبير، يعني باين إنه لعيب كبير في وسط لعيبة لسه. خالد عبد الفتاح عجبني لما دخل سردباك، يعني هو في لما كان في الجنب اليمين شوية كان متسرع، الكرة العرضية ما بتكملش، لكن لما اتصاب معتز محمد ودخل خالد فتاح جنب رامي ولعب طاهر باك رايت، خالد بقى يتعامل في الجبهه دي رغم ان مفيش معاونه كبيره قوي من طاهر، بس يتعامل كسرد باك وباك اكنه بيلعب الاثنين بحماس كبير، وقطع اكتر من كوره، كان ماشي كويس. رأفت خليل انا قلت لك الشوط الاولاني كان بيتحرك في مركز راس الحربه، وانا قلت لك مستر كولر ساعات المدير الفني بيبقى ليه وجهة نظر في لعيب ما لعبش في مكان معين، بس هو احساسه ان ممكن يطلع في المكان ده، ممكن وجهة النظر تطلع سليمة او لا، حتى لو احنا مختلفين او متفقين. يعني احنا لما اتكلمنا انه هل هيبتدي ممكن طاهر هو اللي راس الحرب على اساس طاهر لعب قبل كده ورأفت ناحية الشمال، او طبيعة لعب رأفت ناحية الشمال، هو لا، هو انا قلت لك ممكن يكون هو في تفكيره، لان عمل كده في ماتش بيراميدز في اخر ثلث ساعه انه يلاعب رأفت خليل راس حربه ويستمر فيها، لانه هو ممكن من وجهه نظره كمدير فني شايف حاجه ممكن تطلع منه هنا، يعني يجوز ينجح فيها ويجوز لا ينجح، وكلنا اتحطينا في المواقف دي، بتغير مكان واحد بيبقى عندك احساس بيه. صحيح. وطبعا في لعيبه كمان، يعني رأفت مثلا غيره من الجناح الشمال مثلا لراس الحربه، لا مثلا هديك على مثال في ابراهيم حسن مثلا كان راس حربه ولعب، كابتن عادل طعيمه لعبه باك رايت وبقى نجم النادي الاهلي والزمالك بعد كده ومنتخب مصر سنوات، واخرين كتير. منعم نفسه منعم اعتقد ياسر رجب هو اللي رجعه كسر دباك نص ملعب، وكان راس حربه، كان راس حربه، وياسر رجب تقريبا في قطاع ناشئين رجعه، حتى هو زعل بيقولوا قعد بتاع اسبوعين ما بيجيش، وبعد كده رجع واقنعوه يعني كابتن ياسر، لغايه لما لعب وبقى اهو من اميز لعيبه الكوره في المكان ده. بس طبعا مع انتباه في بعض الحاجات، انا بقول منعم من الناس اللاعيبه القليلين في مصر ممكن يحترف في اوروبا وفي دوري قوي كمان، مش اوروبا هقول لك مثلا النمسا ولا بلجيكا ولا لا، انا بتكلم انجلترا ايطاليا المانيا، يعني يقدر
الدوريات العالميه، فغير مكانه من راس الحرب. فممكن تكون دي وجهه نظر يجوز انها تنجح او لا، لكن هي انت في ماتشات، في الماتشين الاخيرين هو بيجرب حاجات، يعني مستر كولر بيجرب حاجات لانه هو بيحضر للموسم الجديد، بيحضر مين اللي ممكن يستفاد بيه هنا، مين اللي ممكن يبقى معايا السنه الجايه، مين اللي ممكن اعيره، ومين اللي ممكن يغير مكانه، يعني بياخد انطباع افكار وانطباع عشان يحضر للموسم الجديد، لان دي فتره انتقالات واللعيبه بتيجي واللعيبه هتعار واللعيبه هتمشي خالص، فطبيعي يعني. فالشوط الثاني كلنا متفقين انه كان افضل فعلا في التنظيم في الحركه، وفي ناس عملت جهد كبير يعني، لكن النتيجة عادي طبيعي جدا، الأهلي بيلعب مغير ناس كتير، نتيجة طبيعية يعني انك انت تتعادل مع النادي المصري وهو معاه يعني بيلعب بنسبة كبيرة جدا من العناصر الأساسية. فأحسن الشوط الثاني، ونتمنى موسم جديد ناجح للنادي الأهلي زي الموسم ده وأفضل، وطبعا تكملة الموسم ده. لكن وطبعا زغلوك طبعا واضح في لمستين ثلاثة، زعلوك لمستين ثلاثة كده سندهم إحساسي، أنا أول مرة أشوفه إنه عنده حاجة أو لعيب كويس. بس طبعا الفترة اللي لعبها ضيقة. معتز محمد أنا متفق مع برضو شريف وعلاء في الموضوع ده، باين إنه اللعيب عنده ثقة في نفسه، حتى في الاستلام والتسليم بقى عنده ثقة، بيعرف يباص في الانقضاضات كويس. فطبعا كمان بسنه اللي شريف كابتن شريف بيقول عليه ده انه لسه صغير 2005 ولا 2004 18 سنة، فواضح انه جاي واحساسي من ملامح وجهه انه هو متزن، وان شاء الله ربنا يكون يعني يبقى يعني ناجح واضافه في السنوات الجايه للنادي الاهلي يعني باذن الله. ف يعني تقريبا ده كل اللي اقدر اقوله في الشوط الثاني. ومبروك للاعيبه اللي لعبت بالذات الجزء بتاع الشوط الثاني. صحيح كابتن عادل، بالرغم من التعادل اليوم الا ان المكاسب كتير جدا للنادي الاهلي اليوم طبعا، وموسم متميز للنادي الاهلي، موسم حصد العلامه الكامله لا يتكرر كثيرا. يعني احنا اولا لازم نشكرهم على الموسم الجيد، نشكر كل عناصر اللعبه وصناعه اللعبه في النادي الاهلي، لازم نشكرهم على الاداء المتميز. لما دخلك امتحان وتجيب لي 100% تدخل 5 بطولات وتاخد 5 ان شاء الله، تاخد الباقي بتوع السنه دي ان شاء الله باذن الله، وتروح كاس عالم الانديه كمان. انت رايح وتروح انت يعني رايح كاس عالم الانديه، دخل كويس للنادي، شغل كويس للنادي. فاحنا بنشكرهم، بنشكر كل القائمين على المنظومه في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه المهمه انك انت رحت مكان تاني عايش. يمكن انا قلت لك كابتن ايمن في بدايه الاستوديو قلت كلمه لو تفتكرها ارجع لها، بقول لكل المنظومه لازم يعني ضبط النفس في كل الاوقات في الموسم اللي جاي ده لازم يبقى قوي جدا، لانه انت هتتقابل مقابله غير عاديه. يعني هو انت السنه دي مثلا على سبيل المثال لما خلصت الموسم وخلصت الدوري كان ممكن اي مدرب في الدنيا هيطلع يقول انا خلاص شكرا خلصنا الموسم والعب بالناشئين دول زي ما لعبت انت يعني، وده اللي احنا كنا متوقعين وده اللي كنا متوقعين. لما خسرت في ماتش بيراميدز اللي هو الماتش اللي ملوش لازمه من وجهه نظرنا، خلاص الدوري اتحسم. انا بتكلم يعني تحصيل حاصل في الدوري ملوش لازمه، ده طبيعي في الدوريات بتبقى كده، المباريات الاخيره بتتلعب ولكن مش بتاثيرها على الدوري يبقى خلاص. لا بص انت وصلت لايه، مدى الاستفزاز اللي بيحصل لك من عناصر كتير جوه المنظومه، فلازم تبقى تكير جدا، لازم تبقى تكير على لعيبتك كمان اللي متواجدين. اي لعيب لازم يبقى عنده ضبط نفسي جامد جدا، لانه الحاجه اللي بتتعمل في النادي الاهلي بسيطه بتكبر قوي، والحاجات اللي بتبقى ضد النادي الاهلي كبيره بيصغروها قوي، وعندنا نماذج كتير واشكال كتير. اما لمباراه النهارده فالكباتن اتكلموا على ان هي مباراه ايجابيه الحمد لله، يعني في لعيبه كتير قوي ظهروا. الكابتن علاء اتكلم على السيرد باك
وكابتن اسامه اتكلم على الشوط الثاني ان احنا كنا افضل من النادي المصري. من اهم ايجابيات المباراه النهارده في وجهه نظرك؟ انا يعني انا شايف انه كل اللعيبه اللي لعبت من وجهه نظري كل اللعيبه اللي لعبت هتبقى هي مهمه للنادي الاهلي ولكن في تفاوت نسب المكان ومكان مين من الفريق الاول وانت محتاجه في قد ايه وتوقيته قد ايه. ممكن ما تحتاجوش الفتره دي فانت بتبص عليه علشان تعمل له استراتيجيه اعارات. طب ما انت طول عمرك انت النادي الاهلي من اكبر الانديه في مصر اعارات. خليني بس يعني هو انا هتكلم انا مش هتكلم فيها انا مش هتكلم فيها لكن انا بكلمك على معرفتي انا باللي قبل كده وانا كنت جوه تجربه من التجارب دي. احنا كان عندنا 18 اعاره منهم افضل لعيبه كانت النادي الاهلي وعملت نتائج مبهره منهم عبد القادر منهم شريف منهم عبد المنعم لا وفي ربنا يشفي اكرم أكرم توفيق في لعيبه كتير قوي وعمار حمدي واحمد ياسر ريال لما رجع لك تاني. فانت عندك التجارب كتيره جيده قوي فانت ممكن انت بتكون بتشتغل باستراتيجيه النهارده انك انت مش لازم اللعيب هيلعب معاك بكره انت بتشوفه علشان كمان توجهه فين عشان يقدر. الحاجه المهمه بقى ان انا لما بودي اللعيبه دي اعارات بيرجعوا بسمه النادي الاهلي عشان كده اختيار الاعاره مهم لما نيجي في الاعاره نتكلم فيها ودي ليها فلسفه كمان نتكلم فيها ولكن بكلمك على مباراه النهارده. من اكبر المكاسب في مباراه النهارده انك انت شفت اطمنت على كل الصغيرين عندك يعني كل البروميس عندك مزبوط. انت تكلموا على معتز محمد وانا بقول كريستو النهارده مثلا عجبني جدا احمد كوكا عجبني جدا كان هايل يقدر يقف وسط الملعب ويقدر ورأفة خليل رغم انه مغير مكانه لما يغير مكانه يبقى الراجل شاف في حاجه كويسه لما انا اغير مكان لعيب في مكانين يبقى انا شايفه كويس. انا كريم برضو عمل جيم تاني شوط عمل كل اللعيبه عملوا كويس لكن انا بكلمك على امكانيات لاعبين بكلمك على انك انت بتلعب نادي المصري في الوقت ده والنادي المصري مغلوب الماتش اللي قبله 4 وينزل معاك فلازم كان يكسب النهارده ويبقى شكله قوي ولعب عشان يحسن الصوره ولعب بلاعيبه اساسيه كتير ومحترفين كتير قوي وانت بتلعب صغيرين ورغم هذا انت كنت اخطر وكنت افضل انت اللي كنت هتكسب التاني شوت وتكسب كويس وفرص كتير ضاعت منك النهارده. فايجابيات كتير قوي في المباراه. انت عارف يا كابتن ايمن كمان الايجابيه للمدرب اللي احنا بنشوفها سلبيه بيستفاد منها المدرب فدي ايجابيه بالنسبه للمدرب بيشوف ان ممكن يكون احنا مش عاجبنا حاجه ممكن يكون هو او هو ما حصلتش بشكل كويس فهو بيستفاد منها عشان ما تتعملش علشان ياخد قراره فيها. ايجابيات كتير قوي وبنشكر اللاعبين حتى اللاعبين الصغيرين بنشكر لهم وبنقول لهم شد حيلكم وكل لعيبه مصر بدات بالشكل ده صحيح. باختبار وضغط ده صحيح. موسم ناجح بنسبه 100% فعلا للنادي الاهلي احرز كل البطولات 5 بطولات رابع كاس عالم والبطوله الوحيده اللي النادي الاهلي لم يحسمها لصالحه يعني ولكن احنا بنتكلم على كاس عالم للانديه رابع كاس عالم للانديه. كل البطولات اللي دخلتها حتى الان سواء محليه او قاريه على المستوى الافريقي النادي الاهلي فاز بيها جميعا. موسم متميز للنادي الاهلي موسم تاريخي للنادي الاهلي والنادي الاهلي عودنا على كده كتير يعني احنا شفنا في بعض الاوقات رغم اننا كسبانين كل البطولات الا اننا في بعض الاوقات كنا بنزعل على تعادل بنزعل على يعني كلنا الماتش اللي فات الدوري منتهي من 5 جولات او في اخر 5 جولات ومع ذلك احنا زعلانين مع ان خلاص الماتشات خلاص تحصيل حاصل يعني انت واخد الدوري من 5 جولات خمس جولات دول خلاص بقى انت بتجرب وبتشوف وبتعاين وليك افكار تانية وليك اهداف تانية وعندك يعني مش عايز اقول بقى ان الموسم كمان مطول معاك انت الموسم مطول بالنسبة لك ان انت عندك ماتش يوم 30 في الكاس مع الداخلية وبعدين ان شاء الله نكسب الداخلية عندك ماتش يوم 3 مع المصري البورسعيد اللي كنا بنلعبه النهارده ففي اهداف تانية لمستر كولر زي ما قالوا كابتننا
هو بيبص عنده رؤية مختلفة. احنا ممكن بنحكم على بعض افكاره ولكن نقول هو كان لازم يعمل كده، كان لازم يريح، كان لازم، انما هو الاقرب وهو الاكثر دراية بلعبته وبالفترة اللي جاية، لان الفترة اللي جاية فترة صعبة. الفترة اللي جاية انا لو اقول لحضراتكم الفترة اللي جاية عندك ماتش في الكاس يوم 30 مع الداخلية، ان شاء الله بعد مكسب الداخلية ان شاء الله تلعب 3 اغسطس مع المصري. شوف بقى حضراتكم لو اتكلمنا على بعد ماتش المصري، المفروض ان انت بعد موسم انت بتتكلم النهارده 281 يوم، يعني تقريبا انت بتقرب من سنة كاملة تقريبا، او سنة الا شوية، سنة الا حاجة بسيطة. لما نخش بعد كده على شهر اغسطس بتخلص يوم 3، الوضع الطبيعي ان انا حدي راحات للعيبة، حدي راحات. الراحات هتبقى قد ايه؟ لحد الان، حتى الان عندك ماتش يوم 1 سبتمبر السوبر الافريقي، حتى الان حتى وقتنا هذا. معناها ايه؟ اقصى حاجه ممكن مستر كولر يديها اللعيبه ايه؟ اسبوع بعد سنه كامله او قريب من سنه. وخلي بال حضراتكم انا بتكلم على سنوات متعاقبه، يعني ما بناخدش اللعيبه دي ما بتاخدش اوقات راحه مناسبه. عندك 1 سبتمبر مباراه بطوله مع اتحاد العاصمه كاس سوبر افريقي، معناها ايه؟ ان لازم قبل المباراه دي في تحضيرات. انت هتدي اجازه اسبوع 10 ايام، في تحضيرات، في فتره اعداد، لازم تكون جاهز يوم 1 سبتمبر انك تلعب. المفروض من المفترض برضو ان بطوله كاس مصر هتستكمل في سبتمبر ان شاء الله النادي الاهلي يكمل. من المفترض ايضا ان الدوري العام الجديد او الدوري المصري الجديد في منتصف سبتمبر. عندك في دور ال 32 مباراه في دوري ابطال افريقيا مع الفائز من بطل زنزبار وسان جورج الاثيوبي في نص سبتمبر، وبعديها باسبوعين ماتش العوده. ده بدايه الموسم، فما بالك بقى بعد كده؟ شهر 10 عندك الدوري السوبر الافريقي، وبعد كده في لعيبه طبعا عندها ارتباطات مع المنتخبات، وبعدين عندك كاس العالم للانديه. انت داخل على مع احنا كنا بنقول السنه دي موسم صعب، اللي جاي اصعب، الموسم اللي جاي اصعب. كابتن شريف خليني نتكلم على حصاد الموسم. نقول ترتيب الجدول، الاهلي في المقدمه، بيراميدز مركز ثاني، زمالك ثالث، فيوتشر رابع، مصري الخامس، انبي السادس، المقاولين العرب سابع، اتحاد سكندري ثامن، فاركو تاسع، سموحه عاشر، اسماعيلي 11، بنك الاهلي 12، سيراميكا كليوباترا 13، طلائع الجيش 14، 15 الداخليه، 16 أسوان، 17 غزل المحلة، 18 حرس الحدود، ودول الثلاثة اللي هبطوا للدرجة الأدنى. نادي الأهلي البطل برصيد 83 نقطة من 34 مباراة، بالطبع طبعا أكبر عدد من النقاط. نادي الأهلي طالما بنتكلم على أرقام، الأكثر فوزا 25 فوز من 34 مباراة، أقل خسارة هزيمة وحيدة طوال الموسم، والهزيمة بعد ما حسمت البطولة. الأقوى هجوما 63 هدف، الأقوى دفاعا 13 هدف، وكمان الأكثر فارق بين الأجوال اللي انت جبتها والأجوال اللي دخلت عليه 50 هدف. كابتن شريف، موسم أكثر من رائع للنادي الأهلي طبعا، وتحسمه الأرقام، أرقام ده موسم استثنائي. لا مش استثنائي، موسم تاريخي. وتاريخي، تاريخي، وكل ما أنت عايز تقول قول.
عشان كده عادل قال لك انت هتلاقي منافسه شرسه طب. بعد كده فمن حقك ان انت تتسلح صح تتسلح بكل حاجه الحقيقه بالرغم من انك انت واخد كل البطولات لا 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 المحافظه على البطولات اتعلمناها كده انك انت حافظ على المجد اللي انت عامله ده والانجازات والاستثناءات والتاريخ وكل حاجه انت كنت لغايه اخر لحظه بتدافع عن انك ما تطلع الموسم من غير ولا هزيمه ايوه ف حتى اخر مباراه النهارده انت ايه الهدف من المباراه النهارده كان مش انه يكسب انه يريح السكواد بتاعه الاساسي والكلام ده للمرحله الجايه اللي هي تختم باذن الله نهايه موسم جيد بكاس مصر كمان بس ده مش هينتهي الموسم ده هينتهي الموسم اللي بعده يعني اعتقد ان انت هتلعب ان شاء الله لو وفقت في يوم ان شاء الله ربنا حد هتلاعب المصري بعد كده تاني بعد كده هيوقف مظبوط اعلان النتيجه وتتحمل بقى الفتره اللي بعدها لغايه بدايه الموسم اللي بعده فانت في مرحله افرح يعني كويس حافظ اشتغل خوف يعني دلوقتي انا خايف من الموسم الجاي انا خايف على اللي عملته ايوه يعني انا خايف على النجاح اللي في ايدي ده بقيت خايف عليه ايه هعمل ايه دلوقتي عشان احافظ على الكلام ده هجيب لعيبه سوبر لسه كمان دي احلام بقى الجماهير تعالى نتكلم بقى مع احلام الجماهير مع احلام ايه المدرب الاجنبي ده هو مش شغلته ان هو يحقق لك المتعاقد عليه ايوه هو الراجل ده بيتعاقد معاك بيقول لك انا لو خدت البطوله دي كذا ولو خدت البطوله دي كذا ولو خدت البطوله دي طب لو خدت كل البطولات مش مساله ماديه بقى فهمتني ده هيبقى قاعد على الترابيزه وبيطلب طلبات عشان يحافظ على كل اللي هو عمله انجازاته بقى ما هو عنده انجازات بتاعته شخصيه هو والتيم بتاعه واحنا عندنا انجازات مؤسساتنا الشخصيه وجماهيرنا فكل ده ليه حساب وكل ده ليه شغل جديد وكل ده اتنسى اتقفل عليه الدولاب خلاص اتقفل خلاص عليه ده الدولاب بس بقى مسؤوليه في نفس الوقت مظبوط مسؤوليه كبرت مسؤوليه انجاز سنوي يعني مش طبيعي كل ما بكبر كل ما بتغير في كل حاجه للاحسن كل ما بكبر كل ما بركز اكتر كل ما بطمع اكتر كل ما ببقى عايز ماشي في المسار الطبيعي بتاعي كقلعة حمراء او مؤسسه او في كل شيء والحمد لله ربنا موفقنا في كل حاجه الحمد لله الحمد لله نيتنا كويسه ناس تعرف ربنا تشتغل صح ناس بتعرف ربنا تشتغل صح فيش خروج عن النص كل واحد عارف حدوده ما ليه وما عليه فحتى احنا كلنا كل في موقعه كويس يعني فيش تجاوزات مفيش اي حد من حقك انك انت تتمنى انك انت تكون في احسن حته وان انت تكون في احسن مكان كويس ومن حق مؤسستك كمان ان هي تدافع عن نفسها فبالك بقى بالجهاز الفني مش هيدافع عن نفسه هيبقى نفسه يبقى عنده 2 3 عايز يحافظ على نجاحاته ده بنسميها يعني طلب شخصي يعني ده مطلب للراجل نفسه هو والتيم بتاعه وواضح ان هم ناس بتشتغل صح ما فيش حد عمل اي حاجه غلط عايز اقول لك على حاجه نختلف معاه او لا نختلف nobody is perfect في الحياه ما فيش كمال لله وحده اختلفنا على انه يلعب بالناشئين بقى خد الدوري وكسب الزمالك 4 او قلنا يحافظ على السكواد ده ويعمل انه ما يخسرش ونرجع تاني النهارده نقول الهدف من ماتش زي ده خلي بالك بتتكلم على واحد واخد كل البطولات ده انت شوف احنا بنقول لك ايه نختلف او لا نختلف في ايه بقى في الهيفا في الفاضي اللي هم الاربع ماتشات الاخرانيين دول كل واحد فينا بيتمنى وبيحلم وبيقول وبتاع لا ده كان لازم يعمل وابتدي تقول الخبرات بتاعتك وتيجي تقول ولكن الوضع اللي احنا فيه ده احنا لو مشينا وراهم او مشيت وراه بالمفهوم وبالفكر وبالبتاع هتلاقي ان هم صح مش هتقدر تيجي في حاجه وتقول صحيح. يعني النهارده الغرض من المباراه اراحه اللاعبين القوام الاساسي بتاعك مش الغرض تكسب
ولا تتغلب. ولكن قلنا المجد هيبقى لمين النهارده؟ لخمس ست لعيبه في في ثلاث لعيبه في الفرقه هم دول مستواهم كده واحتياجاتهم كده وطبيعتهم كده في الملعب، ما فيش جديد عليهم. هتكلموا تقول لهم انتوا مش كنتوش النهارده السوبر ليه؟ هيقول لك انا بلعب مع ناس لسه صغيرين عليا وجداد ما فيش المساعده. هتقول لهم طب ما بتلعبوا في الفرقه الكبيره وما بتدوش الكلام، بنقول لك احنا بندي على فترات لان اسلوب اللعب مع الناس دي مش ولكن النهارده كل اللعيبه انت بتتفرج عليهم او النهارده عادي جدا فرقه المصري وهي بتلعبك لازم يكون عندها الحافز انها بتلعب مع فرقه تقدر تعمل عليها شخصيه النهارده، المفروض من المفترض، ولكن الشخصيه اتعدمت على مراحل معينه، راحوا للجون ومرتين ثلاثه، لكن انت كان عندك انت ست سبع مرات انت اللي ممكن تكسب النهارده. صحيح. فاعتقد انها موسم احنا بنسميه صيد البطولات بهدوء وبجمال وشياكه كويس ومجهود كبير جدا. بنقول لهم ومبارك لهم وبنشكرهم، نشكر كل حد لحد اخر حد في الجهاز يعني. وبنشكر جماهير الاهلي انها تعوضت السنه دي بكل احلامهم، كل البطولات، بكل البطولات، عقبال ما يسمحوا لهم بقى كويس نبقى 10,000 و20,000 جوه الاستاد وهيشوفوا الاستاد ده هيبقى شكله عامل ازاي. ها هو ده اللي نتمناه. لا نتمنى ليه ونطلب ان شاء الله، نتمنى ونعيش ونطلب واحنا اللي كسبانين. ده غيرنا مفيش اي حاجه خالص وبيتكلم وعايش على ماتش انا خسرته. يعني مش هنتكلم في النقطه دي، لا ولا نتكلم ولا نعيدها ولا نزيدها. صحيح. بص صحيح. رايح نفسك مبروك الحمد لله، وزي ما انت ماشي كده زي ما قلنا في هدوء وناس بتعرف ربنا، مواصلة النجاحات ان شاء الله، ناس بتعرف ربنا فما تخافش عليها. كابتن علاء موسم اكتر من رائع، ولكن خليني اخد رايك في عوامل نجاح النادي الاهلي وحصوله على كل البطولات هذا الموسم، من اهمها في وجهه نظرك. مفيش عوامل جديده. هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي بنظامه باداراته بمدربينه بلاعيبته بحماسه بجماهيره العظيمه اللي وراه بشغفه للبطولات. مفيش جديد. انت عايز تقول انت عشان خسرت مثلا الموسم اللي فات الدوري فانت ما كنتش عايز تفوز؟ لا كنت عايز تفوز، بس في ربنا مش ما كانش رايد لك بغض النظر عن ايه اللي كان بيحصل، نفس الكلام اللي قبليه، لكن فزت ببطولات ثانيه. الموسم ده مختلف انك رجعت البطوله الاحب لجماهيرك ثاني اللي هي بطوله الدوري. صحيح. فدي مفرحه بطريقه مش طبيعيه. يعني انا مش غلطان اكيد، فرحه الناس بعوده الدوري اكتر فرحتهم ببطوله افريقيا نفسها. هم كانوا فعلا مشتاقين ان الدرع يرجع ثاني للنادي الاهلي، مع ان يعني قبل ما يرجع السنه دي انت عندك 42 بطوله دوري. تتكلم في رقم مش طبيعي مع يعني، بس الناس لا يعني جماهير النادي الاهلي وليها كل الحق حاسين ان الدرع ده ما يطلعش بره النادي الاهلي. بيته ما يطلعش بره النادي الاهلي. يعني فين وفين بعد كام سنه كده يطلع مره، لكن لا هو في النادي الاهلي، وده اللي دايما بيفرق النادي الاهلي عن كل الانديه، شغفه حبه لمزيد من البطولات. هو ده النادي الاهلي على اختلاف الادارات باختلاف الاجيال الكتيره جدا. هو ده النادي الاهلي. قصدك تقول المنظومه سبب رئيسي؟ المنظومه في النادي الاهلي ايمن على مر السنين ما بتتغيرش، الاشخاص بتتغير لكن المنظومه واحده، التفكير واحد، النظام واحد، ما فيش حد بيجي يعمل نظام لوحده. اي اسم الاسم الموجود كل همه حاجه واحده بس، انا عايز اخدم النادي ده خليه في احسن حته وياخد الفتره بتاعته مع الناس اللي بتساعده، نجاحات في نجاحات في نجاحات، يجي مجموعه تانية بعيد كل اسامي تانية خالص، لكن الهدف واحد، المبدا واحد، الناس بتيجي عشان انا عندي هدف واحد بس هو النادي الاهلي، الكيان، بس كيان النادي الاهلي كاسم، لكن ماليش دعوه الاشخاص مين، النادي الاهلي والجماهير اللي وراه. اي حد بيدخل النادي الاهلي انا عايز افرح الجماهير دي، لان الجماهير تستاهل، يعني تستاهل فرحه من مدى حبها وعشقها للنادي الاهلي. هو ده المبدا، او حاجه بسيطه جدا يعني، ده المبدا اللي ماشي عليه النادي الاهلي. هو كل واحد في حياته كده عنده كود او عنده مبدا ماشي عليه، النادي الاهلي هو ده مبدا. اي حد بيجي
انا بدور على حاجه واحده بس، خدمه كيان النادي الاهلي بغض النظر على المقابل، لكن انا عايز اخدم النادي ده بغض النظر على كنت مثلا انا كنت لعيب اديب في النادي الاهلي او كنت مش اديب او كنت لا بغض النظر اي اسم. يعني مثلا كابتن صالح كان لعيب في النادي الاهلي فتقول لا اصل هو كان متربي ومغسول بالنادي الاهلي والنادي الاهلي بيجري جواه، ماشي يا سيدي كابتن صالح عمل اللي عمله عشان كان لعيب في النادي الاهلي فعارف الموضوع كويس قوي. كابتن صالح مشي كويس، مايس محمود طاهر مثلا ما لعبش كوره في النادي الاهلي، لكن لما جه نفس الكلام. كابتن محمود الخطيب طبعا حدث ولا حرج، ف ده اسطوره من اساطير الكوره والنادي الاهلي، فعارف مدى اهميه ان انت عندك يبقى فريق كوره، اهميه بطولات، اهميه انك ازاي جماهيرك تبقى فرحانه. هو ده ايمن، هات اي اسم هو كده، مفيش جديد. ما اقدرش اقول لك ان السنه دي احنا ما عملناش حاجه جديده، والله انت بتيجي بتنظم بتعمل الخطه طويل الخطه طول الموسم، ناقصك ايه بتبدا تشتغل عليه. المدير الفني بيجي بيلاقي فوق الطلبات اللي طالبها هو طلبات زياده هو ما كانش طالبها، لكن هي موجوده في النادي الاهلي. كل حاجه الاقيها بزياده، كل حاجه موجوده بزياده، فبيشتغل بيعمل شغله. حته التوفيق بن عاد مش بتاعته، بتاعت ربنا هو اللي حته التوفيق دي بتاعته، هو اللي ربنا بيريد في الاخر انت عايز ايه. بس هو ربنا قال لك اعمل حاجات الصح بالظبط، اشتغل صح مظبوط، سيب بقى حته التوفيق بن عاد دي مش في ايدك، لكن انا بديك الخطوط العريضه تشتغل فيها صح. مظبوط. وبعدين لكل مجتهد نصيب. صحيح. استحاله ايمن تشتغل صح وتجتهد وتعمل كل حاجه على قد ما تقدر صح، ان مفيش حاجه كامله وربنا مش هيكافئك. مظبوط. استحاله ما تقوليش. صحيح. النادي الاهلي عمر ربنا ما خذله في موسم. لازم بطوله واثنين، والجماهير عايزه السنه دي موسم تاريخي زي انت بتقوله قال كابتن شريف، ودي حقيقه، لان الناس اشتغلت، الناس تعبت، الناس بجد بذلت اقصى مجهود ممكن يبذل السنه دي، مش اللعيبه على فكره. صحيح. كل المنظومه الكرويه في النادي الاهلي ووراها جماهير ما شاء الله عليهم مش طبيعيين في كل حته. صحيح. هو ده السر اللي ناس كتير قوي مش عارفين يوصلوا له، مش هيوصلوا له والله. سر نجاحات النادي الاهلي. سر نجاحات النادي الاهلي، الموضوع انا طول عمري بتكلم عليه بقول الموضوع على فكره والله ما صعب ولا سر ولا حاجه، لكن عايز تعرف قيمه يعني نجاح، بص منظومه النادي الاهلي مش السنه دي، من زمان. بص المنظومه دي ماشيه ازاي، بص التعامل مع المشاكل ازاي، بص التعامل مع النجاحات ازاي. هو ده صحيح. احسن حاجه في اي منظومه جماعيه مش وقت الفرح، وقت ما تحصل مشاكل، وقت الصعاب. الصعاب. صحيح. انك انت تروح قافل على المشاكل اللي عندك وتحلها من جواك. صح. لكن ما طلعش شهر يعني في مشكله مثلا بينه وبين كابتن شريف، مش شرط عادل واسامه وانت والدنيا كلها تعرف خالص. صحيح. لا نحلها بينه وكابتن شريف، مش اسلوب النادي الاهلي خالص عمرها، ولا مزبوط. ولا كانت ولا هتبقى في حاجات كده في النادي الاهلي ما تتغيرش. صح. مع بص ايمن الزمن اتغير وكل حاجه تتغير والموضه تتغير وكل حاجه تتغير، في حاجه اسمها النادي الاهلي في حاجات اسس جوه ما بتتغيرش موجوده في النادي الاهلي. مظبوط. الاسامي بتروح والاسامي بتيجي والناس كلها بتعمل نجاحات، واللي بيجي بيشتغل لاقصى حاجه عنده بغض النظر انا مش عايز حاجه منك، انا بس عايز اخدم النادي ده. هو النادي ده، عشان كده دايما الحمد لله ربنا دايما يخلي النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. صحيح. بنتكلم عليها عادل واسامه وكابتن شريف، انت في مكان ثاني خالص. انت لما بتيجي تتكلم على منافسين ايمن، كل احترام لكل الانديه العربيه والافريقيه والمصريه، انت بعيد عن الناس دي خالص، انت في مكانه ثانيه خالص ببطولاتك على فكره، ولا ب ب ب ب بكلام وخلاص. لا انا لما اجي بتكلم ببطولاتي. صحيح. لما اجي اتكلم اقول لك انت عملت، اقول لك انا عملت كذا 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 وده من حق. فالسنه دي لا، موسم بجد تاريخي للنادي الاهلي، وكل الشكر للناس اشتغلت الحمد لله، مش الموسم ده، من المواسم اللي فاتت كلها، وان شاء الله الموسم القادم التحديات اصعب، لكن هو ده النادي الاهلي، مهما زادت التحديات ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حصد بطولات ثانيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. قبل ما ندخل على حصاد الموسم، كان في اكتر من نقطه نتكلم فيها سريعا. يمكن في قرارات طلعت من يومين بالنسبه للموسم اللي جاي، منها على سبيل المثال بعض اللوائح، قيد 30 لاعب بحد اقصى ومنهم 5 اجانب. قيد 30 لاعب بحد اقصى منهم 5 اجانب.
الغاء دوري الجمهوريه 2001 رسميا، الغي رسميا دوري 2001. في نقطه دي بين الانديه وبين الاتحاد، ليها توثيق عقود الاجهزه الفنيه والاداريه حتى سنه لهم استخراج بطاقات دخول المباريات، رسوم توثيق 3% من القيمه السنويه للتعاقد، 14% قيمه مضافه، ما لناش دعوه، رسوم تنميه موارد الدوله. المهم بالنسبه بقى للحاجه اللي تهمنا احنا كمشجعي النادي الاهلي، اولا لا يجوز لاي نادي اعاره اكثر من 7 لاعبين في الموسم الجديد. خليكم معايا حضراتكم نقطه نقطه. لا يجوز لاي نادي اعاره اكثر من 7 لاعبين في الموسم الجديد. طيب نقطه ثانيه، لا يجوز بالطبع لاي نادي استعاره اكثر من 7 لاعبين. لا يجوز لاي نادي اعاره اكثر من 3 لاعبين لهذا النادي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا نادي الاهلي ما ينفعش ادي ل سيراميكا كليوباترا مثلا على سبيل المثال اكتر من 3 لاعبين على سبيل الاعار. طيب في نقطه مهمه جدا جدا بخصوص الغاء مسابقه 2001، اتكلم عليها الاول. نادي الاهلي هو الاكثر تضررا، ده انا عندي فرقه كامله 2001 متميزين منهم، لازم يكون ليهم مكان في ال30 لاعب اللي انا هأيدهم في الفريق الاول. اتكلم على فرقه كامله. ابرز اللاعبين بقى مصطفى شوبير، حمزه علاء، زياد طارق، محمد مغربي، عبد الرحمن اشرف مانو، عمرو عادل، شادي رضوان، كريم سعد الله، محمد اشرف، جلال فارس. نادي الاهلي الموسم اللي فات ايد عدد مستفيد باللائحه مواليد 99، 5 لاعبين، مصطفى شوبير، منعم، عبد القادر، بالاضافه للمعارين خارجيا عمار حمدي ومصطفى سعد. طيب بعد المشكله دي عندك اكتر من 20 لاعب، تقريبا 23 لاعب معار. نادي الاهلي عنده اكتر من 20 لاعب معار للانديه مجتمع. معنى الكلام ده، انا بس يعني عايز اعرف هل الكلام ده حصل ان هم خدوا راي الجمعيه العموميه في القرارات دي؟ لان انت لو بصيت كابتن اسامه هتلاقي ان النادي الاهلي اكثر المتضررين. نادي الاهلي لو اتكلمنا، احنا اتكلمنا على 2001 اللي اتلغي، انت بتتكلم على فرقه اكتر من فرقه ونص. مش في 5 في 2001؟ ما خلاص كل سنه وانت طيب. لا يعني هم بيقولوا خلاص هيبقوا في البيوت، ده من ال 30 دلوقتي خلاص. لا 30 المفروض بس خمسه لا 2001. منهم 5 اجانب. خلاص لا مفيش 30 لاعب بالاجانب والخمسه وال 2001 30 لاعب بحد اقصى، خلاص هو نهى الحته دي. بس في 5 لا 30 لاعب بحد منهم اقصى منهم ومنهم 5 اجانب. بص بقى يا كابتن، اول مسابقه تحت 2003 2003. بص يا كابتن اسامه بقى، 2003 يعني عنده 20 سنه. لو اتكلمنا على المعارين، النادي الاهلي عنده معارين كتير جدا جدا، والتر بواليا، زياد طارق، محمد مغربي، مصطفى سعد، محمد محمود، عمار حمدي، سعد سمير، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، فهد جمعه، مصطفى فوزي، ميدو حسام، احمد سيد عبد النبي، احمد سيد غريب، محمد ياسر، صلاح محسن وغيرهم وغيرهم. تقريبا احنا ما بين 20 ل 23 لاعب. معنى ذلك ان انت في لعيبه منهم او يمكن بعض القرارات على الشاشه، في ناس منهم المعارين هتسيبهم ببلاش. هل القرارات هي الاول كانت مفتوحه؟ كان في وبناء عليه بناء عليه النادي الاهلي اتصرف وادى بعض اللعيبه كاعاره خارجيه لبعض الانديه.
ايوه ما كانش في البال او ما كانش من ضمن الافكار ان يحصل حاجه زي كده. القرار انت في عدد معين طبعا، القرارات دي هل قرارات طلعت مره واحده كده فجاه عشوائيه بدون انك انت ما تعرضها على الجمعيه العموميه وتاخد رايهم فيها، ولا حتى انت لما بتغير بيبقى فيه؟ طيب ما هو الواضح ان هي كده، انت مش تقول طلعت امبارح؟ طلعت من يومين. من يومين أوه. طيب هو واضح بقى الانديه ما تقلهاش يعني، هي طلعت القرارات كده. ما انا بقول لك ايوه، اكثر المتضررين النادي الاهلي. ايوه طبعا، بسبب اللعيبه المعارين، بسبب 2001 اللي اتلغى. انت بتتكلم على فرقتين يا كابتن اسامه، تقريبا خساره النادي الاهلي فرقتين من القرارات العشوائيه. حتى لما انت بتيجي بتطلع قرارات على الاقل بيبقى فيه خطوات فيها، نقول مثلا السنه دي هيحصل كذا، السنه الجايه هيحصل كذا، بس بديك فكره عن اللي ممكن يحصل عشان انت تعرف تتصرف. انما تيجي قرارات مره واحده بالشكل ده يقول لك ليه؟ لصالح تطوير الكره المصريه. طب لصالح يعني، انا عايز افهم بس ايه يعني لصالح تطوير الكره المصريه ازاي؟ حد يفهمني بس، انا عمال استوعبها بقى لي مش عارف استوعبها. لا هي الفكره دلوقتي انت بتقول ما عرضتش على لم تعرض على الجمعيه العموميه، ما عرضتش على او عرضت مثلا حتى على الانديه عشان الناس تتكلم فيها وتتناقش وتدي رايها للاتحاد لغايه لما الاتحاد يقرر. فهي دي المشكله الكبيره. فانت زي ما انت بتقول ما جيش النهارده انا ادي سماح السنه دي ان انا مثلا الاعارات تبقى مفتوحه وفجاه اجي السنه الجايه اخليها 7. ما هو دي برضه على في موسم انتقال مثلا، ما انا في طبعا كده طبعا كده هتبقى فيها عشوائيه. لازم دي لوائح اتحاد كوره انا بقول يعني اللوائح دي فجاه طلعت كده. لا خطرت على بال مين؟ انا مش عارف. هل اتكلموا مع حد؟ خدوا راي الانديه؟ استحاله، ما اظنش يعني. طيب بالوضع ده لا اظن، ولكن هي كلها مش مصلحه النادي الاهلي. ما انت لو متاكد يا ايمن يبقى خطا كبير طبعا، لازم تعرض على في مناقشات في للانديه للجمعيه العموميه. دي لوائح موسم كابتن اسامه بيقولوا لي حتى الاعداد انها لا تعرض. لا تعرض على الجمعيه العموميه. طب خلاص لا تعرض، بس برضو حتى حتى لو هي ما بتعرضش على الانديه. ايوه تعرض على الانديه يبقى في تدرج. ما ينفعش انا اجي اعمل مثلا اعارات زي ما بقول لك مفتوحه وبعدين فجاه اقول 7. بالظبط. مثلا لو انا مثلا عامل اعارات 10 وبعدين قلت 7 هتبقى مقبوله مثلا. فمفروض الخطوات اللي بتتاخد في خلال سنوات معينه لازم يبقى فيها وضوح ومناقشات، والانديه لازم تشارك، مش ضروري الجمعيه العموميه كجمعيه عموميه، على الاقل ترسل الحاجات دي للانديه حتى يتناقشوا داخليا، حد عنده رؤيه معينه في نادي معين يعرضها على الاتحاد لغايه لما يوصلوا للقرار. مزبوط. فهي طبعا غريبه فعلا انه تتلغي الاعارات بعد ما كانت مفتوحه لسبعه لاعبين. طبعا انت هتتضرر فيها لانك انت حتى اسامه معلش هقطع حديثكم بس انا اسف اتفضل عشان بس الحاج عامر بعت لي دلوقتي ان ده جاي تعليمات من الاتحاد الدولي بتاع الاعاره مش الاتحاد المصري. يعني الاتحاد الدولي هو اللي حاطط موضوع الاعاره دي. تحديد عدد اللاعبين الاعاره تعليمات من الاتحاد الدولي مش الاتحاد المصري. هو واضح تعليمات من الاتحاد الدولي هذا الموسم الجاي. واضح ان الحاج عامر بيتفرج علينا هو حاول يكلمني طبعا بس بعت لي دلوقتي قال لي بس عايز اوضح يعني اقول لكابتن اسامه والناس الموجوده وكابتن ايمن ان الموضوع العارضه جاي من الاتحاد الدولي لكن الاتحاد المصري نفسه مش هو صاحب القرار. فواضح ان هي حاجه معممه من الاتحاد الدولي نفسه. لا دي طبعا معممه فين؟ كله على كل الدوريات يعني كل العالم يعني العالم الدوريات يعني تعليمات الاتحاد الدولي نفسه انتر عنده 2500 اعاره حول العالم. ايوه عادي اللي هو بيقول الاتحاد الدولي مانشستر يونايتد عنده كابتن السنه. بص هو بعت لي السنه دي 7 لاعبين والسنه الجايه 5 لاعبين. ده السنه دي تعليمات الاتحاد الدولي. لا بص يا كابتن في نقطه انا عايز اقول لك عليها. الاعارات في اعارات في عقود. أيوة. انت بتتكلم على عقود انديه بتعملها لكن الاعارات اللي انت يعني ما تحسبش على القايمه بتاعتك ممكن اللي هي 7
لكن انا السنه الجايه السنه الجايه 6 مش هو كابتن سبعة. هو كابتن عامر بالكلام ده حسمها يعني هو خلاص هو انا يعني بقول لك حاج عامر بيتفرج فواضح ان يعني عايز يوضح يعني. احنا اتكلمنا على البطولات الكتيره اللي فيها مصر السنه الجايه بنتكلم في منتخب ايوه منتخب اولمبي واحنا بنتكلم وبنقول يا ريت هنعمل مجموعتين وهنرجع بالكره 50 سنه ورا وقال هنعمل مش عارف ايه والدوري الممتاز هيبقى مش مجموعتين دي عشان انا لحظه يا كابتن بس عاوز اكمل يا موضوع مجموعتين انا عايز اكمل دي انا عاوز اكمل بس وجهه نظري انا عايز اقول لكم وجهه نظري يعني السنه الجايه على الكره المصريه استثنائيه لا صعبه جدا وصعبه جدا 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 يعني ربنا يكون في عون الرابطه انها تكمل الموسم يبقى انت لازم تخرج بره الصندوق صح مفيش حاجه اسمها لازم تجيب لي لائحه هتجيب لي لائحه من الاتحاد الدولي خلاص مشي لي الاتحاد الدولي كله اعمل لي قائمه مفتوحه يعني ايه انا عايز اكمل دي بس يا كابتن عشان انت دلوقتي عايز تعمل قائمه تعمل لي الاتحاد الدولي بيقول 7 اعراض خلاص انا بتنفس من الاعراض صحيح يعني عشان احتفظ بلعيبتي خلاص اعمل لي قائمه مفتوحه زي ما العالم كله بيعملها كره القدم كده ما تجبرنيش على 30 قيد عرفت تديني كام اديني قائمه مفتوحه قول لي هات 40 لعيب واقول لك حاجه ونمشي زي الاتحاد الدولي 7 اعراض بس لانك انت تأيدهم عندك يا عادل ايمن بعد اذنك معلش عادل على موضوع قائمه مفتوحه خلينا برضو منطقيين اتفضل قائمه مفتوحه في الدوري المصري في الدوري المصري بامكانياته الماديه الضعيفه دي كل الانديه تقريبا مش عارفه تغطي اصلا مصاريفها وعليها مديونات غير طبيعيه فموضوع كبير جدا هتعمل لي قائمه مفتوحه هايد فيها كام خلاص يبقى انت الاهلي كمان يخسر بطولات افريقيا وتطلع من الدور الاول الاهلي يطلع من الدور الاول والزمالك يطلع من الدور الاول والفرق كلها ما تلعبش والمنتخب بتاعك مش هيلعب كويس لانه هيبقى في عنده مباراه مضغوطه كتير قوي او هتيجي على حساب الدوري او هتيجي على حساب البطولات اللي بتتعمل احنا بنتكلم في سنه استثنائيه لازم يبقى الحلول فيها استثنائيه خارج الصندوق على اذا اردتم ان كنتوا تخرجوا من معزق السنه اللي جايه فلازم نخرج منها باستثناءات صحيح طيب يا كابتن اتفضل اتفضل اتكلم على الموضوع ده خلاص كده الحاج عامر هو كده حسمها كابتن عامر بيقول لك ده ليه تعليمات من الاتحاد الدولي يعني هو بس انا عايز اسال سؤال نعم هو لو في اي استفسار يا جماعه اتكلموا لو هو يعني هو لو في اي استفسار حتى ممكن الكباتن يتكلموا ايوه يعني ده تعليمات من الاتحاد الدولي على القاره الافريقيه ولا على كل العالم لا ثانيه واحده بس احنا عايزين نعرف نتيجه احنا عايزين نعرف النتيجه دي ايوه النتيجه دي انك انت عندك لعيبه هترجع لك انت هتاخد اللي انت عايزه والباقي هيبقى فري طبعا كويس قوي والباقي ده هيروح للفرق لسه طالعه دلوقتي مالكش هما ثانيه واحده بقى براحته بس واحده واحده هيطلع مع الفرقه دي مين اللي هيبقى مسؤول من اللعيبه دي في مصر كل اللعيبه عامل سمسار ما هو فري دلوقتي خلاص ما هو فري يا فري يا كابتن بالراحه بس خلينا نوصل للي مطلوب ايه اتفضل ايه اللي مطلوب من الحكايه دي خلينا نوصل بيها واحده اتفضل انت هتاخد اللي عندك وهتطلع الثلاثه لعيبه الكل بتاع عندك سبعة. هتطلع ثلاثه هنا واربعه هنا هتطلع سبعه ادي سبعه كويس والباقي الكلام ده كله 15 16 بار الكلام ده كله على العالم كله على العالم كله طيب ما انا بس بوصل كله. لحظه بوصل ان دي هتصب ولازم ينفذ من الموسم القادم ايمن معمم لان بعد عايزين نعرف انا بس عادل عايزين أو نعرف المفهوم ده هيصب فين في او الفكره بتاعتنا بس يا كابتن شريف كلها على العالم خلاص هو بيقول لك هيصبوا فين اللعيبه الباقيه دي اللي خلينا الانديه بقيه الانديه في انديه فري طبعا كويس كل لعيب هيبقى مسؤول عن نفسه انت ليك سبعه بس انت مسؤول عن مسؤوليتك انت ليك 30 لعيب منهم 5 اجانب انت عندك دلوقتي 6 او 7 عندك 23 لعيب هتبقى انت مسؤول عنهم ومن انت ليك بره كام 23 هتاخد منهم 7 يبقى لك 16 بره دول بره كل سنه طيب عايز تاخد منهم 2 عاجبينك هتاخدهم مش عاجز الباقي دول كلهم هيروحوا فري بس هو السؤال هنا يا كابتن علاء السؤال هنا علشان في 2003 لا السؤال انت هنا 2001 خلاص اتلغت اتكلمنا على المسابقه انت السنه الجايه 2003 لا هتقع في نفس المشكله يعني انت بتنهي قطاعات الناشئين كلها ماشي انا بس وعايز الانديه دي تصرف وتربي وتسمن كابتن شريف وتعمل كل اسمعني بس يا عم وتعمل كل حاجه وتيجي في الاخر تقول لهم ايه انا سمنته بتاع تعالوا يا اولاد حلو خدوا اللي انتوا عايزينه بس كده ونقوا من عند النادي الاهلي ده اللي احنا بنقوله
السؤال بس بما ان الكابتن عامر بيسمعنا بما انه بيسمعنا، بص عمر الاتحاد الدولي ما يجي يقول ما بين يوم وليله لازم تعمل كذا، بيديك على الاقل مهله. هل الكلام ده كان اتقال السنه اللي فاتت وبعدين احنا سيبنا سنه وبلغنا وجينا السنه دي ونفذناه، ولا الاتحاد الدولي مره واحده فاجئ الجميع ان الكلام ده لازم يحصل السنه الجايه؟ سؤال جاي الحاج عامر يرد عليه. يرد عليه لكن السؤال جاي بص يا كابتن عامر حسين، يعني ده سؤال مننا. طب ما يجي هاتوا عامر حسين. لو اصل بص يا ايمن، لو من الموسم اللي فات ما اعتقدش هيسكت لحد دلوقتي، لازم يقول لك الموسم ده كابتن يبقى وحش. أيوة الاتحاد الدولي بيشتغل صح كابتن، ما انا بقول لك. بس يجي الاتحاد الدولي فجاه يجي يقول لك لا السنه الجايه هيحصل كذا، ده تلاقي الاتحاد الدولي ده ماشي بالنظام ده بقاله 50 سنه واحنا عجبتنا السنه دي وخدناها. ما انا يعني ما الدخلات ما عجبتنا البتاع دي ما كانتش يعني عندنا. طب ما احنا بص يا ايه ده النادي شغاله ده هناخد الحكايه. بص يا كابتن شريف، واحنا يردوا علينا دخلات الموضوع نفسها احنا ما نعرفهاش، لكن هو ده 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 اللي موجود دلوقتي. فلو عرفنا نجيب حاج عامر حسين يا ريت هتبقى احسن حاجه على فكره. طيب عموما يا كابتن، هو سؤال جيد جدا الصراحه وفصل الامر كله. اجابته من الكابتن عامر. حاج عامر هيجي. كابتن عامر كان زميل ملعب وتزاملنا مع بعض في نادي الكروم، ويعني من هو زعلان مني في بعض الحاجات ومن الناس ولكن ومن الناس اللي بيشتغلوا كويس. انا بتكلم لا عمره ما زعل مننا، بتكلم في حاجات احيانا ان يعني مش عايز اقول حقوق للنادي الاهلي، ولكن بحس ان في حاجات بيبقى يعني مضغوط فيها او بيضغطوا فيها النادي الاهلي، انما العلاقه العلاقه بيني وبين الكابتن عامر كلها حب وموده وعلاقه اخوه من زمان. عموما حصاد الموسم خلاص ناقص لنا 4-5 دقايق ونروح نستقبل الكابتن ناصر هداف الدوري العام السنه دي. مبولولو 16 هدف اتحاد سكندري، نمره 2 احمد سيد زيزو الزمالك 13 هدف، 3 محمد حمدي زكي 12 هدف اسوان هبط، من 4 محمد شريف نادي الاهلي 11 هدف، 5 احمد الشيخ لاعب غزل المحله اللي هبط 11 هدف، نمره 6 احمد امين اوفا 10 اهداف امبي، نمره 7 و8 و9 و10 و11 و12 بنفس عدد الاهداف جون اوكلي من مولين العرب 9 اهداف، محمد عبد اللطيف جريندو نادي المصري 9 اهداف، مصطفى فتحي بيراميدز 9 اهداف، فجري لاكاي 9 من بيراميدز، محمد الشامي نادي الاسماعيلي 9 اهداف، وسمير فكري داخليه 9 اهداف، ثم ياتي 3 لاعبين برصيد 8 اهداف في المراكز 13 14 15 رفيق كابو امبي علي معلول اهلي احمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا. كابتن شريف افضل حارس مرمى هذا الموسم من وجهه نظر اللي خد جول البطولات اللي هو مين؟ محمد الشناوي في ماشي كابتن علاء اكيد الشناوي طبعا. وافضل ظهير ايمن الموسم ده اعتقد محمد هاني. محمد هاني خصوصا في اخر اخر جزء من الموسم، لا ما شاء الله مستوى زايد قوي متميز صحيح السنه دي دي حقيقه. طيب كابتن اسامه افضل قلبي دفاع محمد عبد المنعم. دي ما فيهاش كلام محمد عبد الغني. ما اصل هي المشكله دلوقتي انه لعيبه النادي الاهلي لازم هيحصدوا معظم ال لانه خدوا كل البطولات صح. فمحمد عبد محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. كابتن عادل عبد الرحمن افضل ظهير ايسر. هو في كلام علي معلول صحيح علي مش احسن ظهير ايسر احسن لعيب هنقول في الاخر. افضل لاعب خط وسط مدافع انت انت بتاخد من كل واحد بس ولا المفروض تقول لنا كلنا؟ لا 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 طب لازم يبقى ممكن ابقى هنقعد لحد بكره. لا لا هيبقى لنا راي مخالف لما يجي رؤي ما لا لو جه راي مخالف مش هتقول الفرقه كلها. لا لو جه راي مخالف انت مالك ومال اللي انا هقوله مش انت بتكلم عن ده انت غريب قوي. كابتن شريف افضل لاعب في وسط مدافع ديانج. ماشي كابتن علاء افضل صانع لاعب رقم 10
رقم 10 لا مفيش. شفت؟ لا والله في الدوري المصري كله مفيش حد لفت نظري بصراحه. طيب كابتن اسامه افضل جناح ايمن. زيزو بما انه هداف الثاني هداف الدوري 13 هدف. كابتن عادل افضل جناح ايسر. حسين الشحات. انا مع عادل في الموضوع ده بس أيوة. انا بامانه انا زعلان من حسين الشحات جدا 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 فيما فعله المباراه اللي فاتت ونتمنى ان شاء الله انه يستفيد يعني من يستفيد من هذا الخطا. صحيح. وده وارد انه الناس تخطا. صحيح. لكن يستفيد منه لانه فعلا عمل موسم كبير جدا السنه دي. طبعا كابتن مفيش. لا مفيش. افضل مهاجم مفيش. راس حربه. افضل راس حربه. ولا حتى الهداف. معنى كلامك كده مبلولو يعني. احنا بنتكلم على راس حربه هذا الموسم. مبلولو. كابتن علاء افضل مدير فني. كولر طبعا. مستر كولر طبعا. انا عندي راي تاني. مستر كولر بس بص لي يعني الراجل حوق خمس بطولات. انت ممكن تقول اثنين ثلاثه يعني. انت ممكن تقول لنا اثنين. بص يا اسامه كولر مش فاضي بتاعه. يمكن اقول لك انا عادل مستغرب من بين ال 18 يعني واخد الخمس بطولات مش مين ده وضع طبيعي يا عم. ممكن تقول هو والمساعد بتاعه وبالتاكيد افضل فريق هو فريق النادي الاهلي. تمام مفيش طبعا. طيب قول لي ده ليكوا كلكوا افضل محترف اجنبي. علي معلول. كابتن اسامه. علي معلول. كابتن علي معلول طبعا. كابتن طيب جينا لاخر لقطه وطبعا انا متاكد انكم هتقولوا تقريبا اجابه واضحه او اجابه واحده. كابتن شريف افضل لاعب هذا الموسم. شريف عبد المنعم. ده الله يرحم ايام زمان. ده بعيد ماشي. لا بعده هذا الموسم بنقول علي معلول. علي معلول. كابتن علاء خليني بس اقول لكم ارقام علي معلول اللي انتم عارفينها يعني كلنا عارفينها يعني ايه ارقام علي معلول مع النادي الاهلي 25 مباراه جاب 8 اهداف وعمل 16 اسيست واخد طبعا بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم ويعني بتتكلم على لعيب ظهير ايسر بمواصفات مهاجم ما عندوش ولا مشكله كمان. انا بالنسبه لي احسن لعيب في الدوري السنه دي هي. زيزو. طيب كابتن اسامه احسن لاعب في الدوري. انا محمد عبد المنعم. انت كنت هتقولي واحد بس هو علي معلول طبعا عمل موسم غير عادي. بس انا شايف محمد عبد المنعم برضو كان ليه تأثير كبير جدا جدا في كل ماتشات النادي الأهلي في إفريقيا وفي الدوري خصوصا في إفريقيا. كابتن عادل وأنا هحسمها. يعني أنا شايف فعلا إن منعم يستاهل إنه يكون أحسن لاعب في الموسم. إيه ده أنت غيرت كلامك بالذات الجون. فكرت ولا فكرت؟ لا بالذات الجون بتاع نهائي إفريقيا وجون الرجاء يا عادل. ما هو نهائي إفريقيا ما بيتكلم عليه وجون اللعب الوداد. انا بتكلم على الوداد. لا انا بص انا اسعد ثلاث اهداف في حياتي وانا بشجع النادي الاهلي ابو تريكه الجون اللي هو الصفاقسي وجون قفشه وجون محمد عبد المنعم. طيب ده ابتدى كمان في إيه بقى في 32 من في انتوا الثلاثه قلتوا محمد عبد المنعم خلاص. انا رايي لا شريف قال كابتن شريف. كابتن شريف قال علي معلول. معلول انا معاك بدي صوتي لعلي معلول. يبقى احنا معاه عندنا علي معلول و كله يستاهل. وبيبقى ان انا كابتن على كابتن شريف يبقى رايي باثنين. يبقى انا هيبقى صحيح. من وجهه نظرنا ان علي معلول ومحمد عبد المنعم هما افضل لاعبي الموسم. هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا.